أم أم لشهيدين ولد وبنت في مرحلة الابتدائية، فذهبت إلى قبورهم ليلا ولم تجلب معها الشموع، وكأنما صوتا من قبر الولد قائلا: يما ليش ما جبت شمعات؟ فأجابت: بس أنا، بس أنا وهدوء الليل وياي، وتسير علي الأوف مرات، من نذكر ضواكم يخجل النور، لذلك ما جبت وياي شمعات. بس أنا، بس أنا وهدوء الليل وياي، وتسير علي الأوف مرات، من نذكر ضواكم يخجل النور، لذلك ما جبت وياي شمعات. وينك وينك يا وليد الطينة حاكيك، وينك يا وليد اردبت دوياك، وسولف ودر ما تشفيني كلمات، ما مشتاق ما مشتاق قمطك والعطر هيل، ترق ماط القبر بريحة اموات. ما مشتاق ما مشتاق قمطك والعطر هيل، ترق ماط القبر بريحة اموات. بعد نغسل بعد نغسل واشرب هدومك البيض، منتظرة تقل للناس ما مات، ترى كتاب القراء يقطع جلاي، احس انكاظ وتتهجى كلمات. امس أمس أحكي ويا ربعك جاوبه وموت، إجت نصف السنة وعدنا امتحانات، نجدوني نجدون عليك أعذرهم أطفال، شقلهم بين دود وهندسيبات، شقلهم بين دود وهندسيبات. نجدوني نجدون عليك أعذرهم أطفال، شقلهم بين دود وهندسيبات. وينك وينك يا بنية الطينة حاكيك، وقللك على أمك بالإجا وفات، أقضي الليل بعد تشنس أبوح، تعبا حسدية وقبالة روجات. ذكرتك ذكرتك بس حسن بي الحسين، ربطتنا العلاقة دموع واهات، كل ما أفرش كل ما أفرش أنا أفرش لك وياي، وسولف ويغطاك وكل لوعات. كل ما أفرش أنا أفرش لك وياي، وسولف ويغطات وكل لوعات، ترى باكر ترى باكر دوام وصبح تدرين، واسمك اسمك ما تخلى ويا المجازات، ترى باكر باكر دوام وصبح تدرين، واسمك ما تخلى ويا المجازات. تعالوا يا مشطك وفر الراس، وبشعرك اخلي هواي ماشات، ولبستك البست جنطتك وريوقك الروح، وعلى خدك اطش هواي بوسات. مو مليت مليت
مليت اموت واندفن روح كل ما سئلن عليك المعلمات، كل ما سئلن عليك المعلمات. الهندسة الصوتية حيدر الجشعمي. أم الشهيدين، قصيدة للشاعر المبدع كرار الساعدي، يهدى ثواب هذا العمل المتواضع إلى روح الشيخ عبد الحسين الساعدي. تم التسجيل في مؤسسة واستوديوهات النبراس للإنتاج والتوزيع الفني العراق ميسان. الإشراف العام السيد منتظر النوري، ومن الله القبول.